والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أبناء محافظة عجلون اللي وصفها سيدنا الله يرحمه منذ أجل بعيد جلالة الملك حسين المغفور له بإذن الله، وصفها بجميلة الجميلات. حقيقة هذا كلام الملوك لا يعاد، وهو حقيقة من أجمل الجميلات. نحن في محافظة عجلون حقيقة هناك فقر وبطالة عالية جدا، فارتأيت أني أقوم في هذا المشروع على أرض ملك الملك لله، تقريبا حوالي المساحة الإجمالية حوالي 12 دلم على 3 قطع من الأرض، يحتوي فيها الشلال الرئيسي اللي هو الشلال اللي هو يعني خلينا نقول على مستوى المملكة أجمل شلال في المملكة والمحافظة، تقريبا يرتاد من جميع أنحاء المملكة من كل المحافظات يرتاد هذا الموقع الجميل حتى يقضوا راحتهم، بيشوا تحت الأشجار في هذه السلاسل الحجرية أمام هذا الشلال، وهناك أعداد هائلة جدا بتأتي لهذا المنطقة. هذا المشروع تقريبا صار مكلفني 500,000 دينار، إلا لأن المساحة واسعة حقيقة. أناشد الجهات المعنية ووزارة السياحة ووزارة التخطيط على الزيارة الخاصة لهذا الموقع حتى نؤكد لهم يعني ما نتحدث به بمصداقية كبيرة جدا. هذا الموقع منطقة شفاغور تبعد عن ضريح سيدنا أبو عبيدة تقريبا حوالي 10 كيلومتر، منطقة تمتاز في المياه العذبة ومياه الينابيع، حيث يكون في منطقة راجب 14 قناة تروي 14,000 دلم، والمي هذه الزائدة في مثل ما انتم شايفين في وادي راجب وشلالاته هذه بتروي غور سيدنا أبو عبيدة، المياه اللي بتزيد من بعد ما يرتوي 14,000 دلم من مياه النبع الخاصة. المشروع راح بأمر الله وأمنا بالله كبير انه غطي يعني حوالي 30 فرصة عمل لأبناء المنطقة، لأنه تعاني الناس من الضيق المالي، ونتأمل أمل كبير أن نكون إن شاء الله خير. هذه المناشدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.